هسه راح نختار متسابق ويا ها قلنا ماكو صوت مو صحيح. وينهن دعاي انت لاموري شو اسمك؟ مران انت اذا شفتي مثلا احد اخوتك الصغار قاعد يلعب بادوات حاده مثلا السكينه ويريد مثلا يقص فاكهه او يسوي طماطه يصير تقبلي له؟ لا. ليش؟ يعني يتعور. عافيه يعني يتعور. صدق صديقتنا. يلا هسه قولي لنا شنو اللي راح تسابقين ويانا؟ يا لعبه تحبيها من هذه الالعاب الموجوده. هذه شو اسمها اللعبه؟ لعبه الرجل واليد. الكف والقدم. يلا صدق حلوه صديقتنا. أوف. ها؟ يلا ابدأ ركزي.